يعني شوف يا أخي، كفاية مثالب لقانون منع الاختلاط. هذه الجامعة السودادية اللي صارت بيض الصعو صار لها 40 سنة تحت الإنشاء ولم ترى النور حتى الآن. لأن شنو؟ قريب إن شاء الله. لا قريب بس 40 سنة، يعني اشتبني ببنية مدن وبنية حضارات ب40 سنة، حضارات قامت ثم زالت. هاي فاصلينها، فاصلين كل صفوف أو شعب البنات عن الأولاد. أنا هاي شفت أحد المهندسين المشرفين على الجامعة، خل أقول لك، خل أتصور حتى شوف يتخيلون الأخوة المشاهدين شنو هالجامعة، إيش كبرها. تري قال لي كم كبر حجم الجامعة بسبب هذا القانون الأكتع؟ 8 كيلومتر مربع. تدري 8 كيلومتر مربع شنو؟ بحجم مدينة الكويت تماما، من قصر السيف إلى قصر دسمان، قصر السيف، بوابة الجهراء، شارع السور. هاي 8 كيلومتر. تصور جامعة تبنيها بهذه المساحة. ليش بهذه المساحة؟ ما يخاف زين أوكي. بس لو هي متقسمة نص، كل شيء فيه ازدواجية، يعني نتيجة لقانون منع الاختلاط صارت كذي. يعني استغفر الله، هذا بكل أنحاء العالم في حمام النساء، حمام الرجال، هذا معممين هالفكرة على كل شيء. تصور. فمن هنا نتج الخلل، ومن هنا نتج التأخير.